بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم اعزائي مشاهدي قناه كربلاء الفضائيه، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج هلال الوليد، الحديث يكون فيه عن احتماليه رؤيه هلال الشهر الهجري الجديد، حديثنا في هذه الحلقه اعزائي المشاهدين راح نتناول ب ولاده هلال شهر رمضان المبارك 1444 هجريه باستخدام الحسابات الفلكيه واعتمدنا على برنامج المواقيت الدقيقه واختارنا معيار عوده للرؤيه. الإحداثيات اللي أجريناها ليوفق مدينة كربلاء المقدسة اللي خط طولها هو 44 درجة شرق و وخط عرضها هو 32 درجة ونص شمال خط الاستواء فرق مدينة فرق توقيت مدينة كربلاء عن التوقيت العالمي هو موجبه للساعات كذلك ايضا راح نستعرض امكانيه الرؤيه لبقيه دول العالم بس راح على خريطه العالم للمناطق التي تقع بين خطي عرض 60 درجه شمال وجنوب خط الاستواء في البدايه نستعرض المناطق التي ستشهد اخر ظهور لقمر شهر شعبان فجرا قبل شروق الشمس نشوفها على خريطه العالم اللي هو يكون يوم الثلاثاء 28 شهر شعبان 1444 هجريه اللي يوافق 21 اذار 2023 نشوف الخريطه اعزائي المشاهدين تظهر امامنا انه نشوف المنطقه اللي باللون الاخضر اللي هي موجوده في شرق وجنوب استراليا فقط اللي تتمكن من رصد اخر هلال او او اخر هلال شهر شعبان. آه بالتالي يعني منطقة العراق او منطقة الوطن العربي او الشرق الاوسط بصورة عامة يكون بالليلة السابقة هو اخر ظهور لهذا القمر. بينما هو اخر ظهور بالنسبة للعالم اذا نتكلم هو حيكون عندنا في استراليا. هاي الحالة شلون تحصل عندنا اعزائي المشاهدين؟ لو نشوف المخطط اللي يظهر امامنا، احنا نعرف ان القمر يدور دورة واحدة حول الارض خلال الشهر الواحد، بس شكله من يوم الى اخر يختلف. يبدي بالبداية على شكل هلال رفيع ثم يزداد الهلال إلى منتصف الشهر يكون دائرة كاملة بدر بعد أسبوعين من الولادة بعد ثلاثة أسابيع يكون تربيع ثاني بعد الأسبوع الأخير أو بعد 28 بالشهر يدخل في مرحلة المحاق مرحلة المحاق شنو نقصد بها؟ أن الأجرام السماوية الشمس والقمر والأرض من يكون تقريبا على استقامة واحدة بحيث انه يكون القمر بين الشمس والارض اللي يكون عندنا يدخل في مرحله المحاق يعني الوجه المضيء للقمر يكون مقابل للشمس والوجه المظلم مقابل للارض فقبل لا يدخل بهاي المرحلة المحاق يرجع على شكل هلال نهاية الشهر فالهلال اللي تحدثنا الآن عنه هلال آخر شهر شعبان يكون هذا الهلال الرفيع اللي يكون وقت يظهر يظهر الفجر مو المغرب يعني قبل بعد اذان الفجر قبل شروق الشمس نرصد هذا الهلال، هذا الهلال شنو فائدته؟ بما انه شفنا الهلال الفجر يستحيل نفس اليوم نشوف هلال جديد. ليش؟ لان احنا هاي اخر مرحله من دوره القمر، يحتاج يظل بالمحاق على الاقل يوم. على الاقل شيء يوم، بالاغلب يكون يومين، يعني احنا شفنا انه بالعراق يوم 21 ما شفناه، فاعتيادي كان يوم 20 اخر رؤيه، ف 21 و 22 حيكون عندنا بالمحاق. هسا بغض النظر انه نفس اليوم ما ممكن يحتاج الهلال يوم او يومين يلا يطلع من المحاق ويتولد عندي هلال جديد اشوفه من جهه المغرب. هذا الهلال شنو فرقه عن هلال اول الشهر؟ عندي فرقين مهمات، الفرق الاول اتجاه الفتحه مالته يعني اول الشهر اذا كان بهذا الشكل الفتحه مالته فهلال اخر الشهر يكون بهذا الشكل الجهه المقابله. الفرق الثاني انه هلال اول الشهر اشوفه بعد مغيب الشمس من جهه المغرب وهلال اول اخر الشهر اشوفه قبل شروق الشمس من جهه المشرق. فهذا اهم الاختلافين بين الهلالين اخر واول هلال للشهر وشفنا المنطقه اللي اللي تتمكن من رصد اخر هلال لشهر شعبان. نجي الى احداثيات شهر رمضان راح تكون ولاده هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء اللي صادف 28 شهر شعبان 1444 هجريه اللي يوافق 21/3/2023 الولاده راح تكون في تمام الساعه التاسعة و37 دقيقه مساء بالتالي راح تكون احداثيات القمر اللي حسبناها لافق مدينه كربلاء المقدسه عند غروب الشمس اجرينا الحسابات في الساعه السادسة و17 دقيقه بالشكل التالي راح يكون عمر الهلال لحظة الغروب هو سالب ثلاث ساعات 20 دقيقة راح يجي سائل يسأل يقول شنو سالب ثلاث ساعات أكو عمر بالسالب نقول إيه احنا شفنا الولادة حصلت ساعة بالتسعة بتوقيت الكربلاء ساعة بالتسعة والشمس غابت ساعة بالستة فيكون فرق ثلاث ساعات يعني معناها شنو معناها الشمس من غابت في كربلاء توقيت كربلاء الهلال لم يولد بعد يحتاج ثلاث ساعات يلا ينولد فاحنا تعرفون مثلا غرينج او او المغرب فرق ثلاث ساعات يعني بتوقيتهم ويا المغيبهم حيكون عندنا الولاده واذا رحنا لامريكا ففرقها ويقرن ثلاث ساعات يعني ثلاث ساعات حيكون عندنا ست ساعات الساحل الشرقي للولايات المتحده الامريكيه والساحل الغربي حيكون تسع ساعات بالنتيجه. فمعناها انه الشمس غابت والهلال لم يولد بعد يعني بعدنا باليوم السابق لذلك اعطينا الاحداثي او العمر انه سالب ثلاث ساعات و20 دقيقه اذا أريدها بالتحديد. يغيب قبل الشمس بما انه انه ولاته بعد المغيب فبالتالي هو موجود بال بال بالسماء في صفحه السماء بس شنو وقريب من الشمس بس يغيب قبل الشمس احنا نريده يغيب بعد الشمس عمود نتمكن من رؤيته. فهذا الهلال راح يغيب قبل الشمس ب 13 دقيقه يعني اللي يستخدمون التقنيات الفلكيه مثل السي سي دي كاميرا او تقنيات اخرى ممكن انه يقولون احنا صورنا الهلال بتكديس آه تكديس الصور 2000 صوره 3000 صوره يلا يشوف عندهم فت رفيع بس هذا الكلام انه ما يعتد به يعني اللي بدايه الشهر ليش؟ لان القمر دي يغيب قبل الشمس ومقدار الفرق بيناتهم من 13 دقيقه يعني يغيب قبل الشمس ب 13 دقيقه. يعني ما غيب يكون بالساعة السادسة وثلاث دقائق بعد القمر عن الأرض المسافة الحقيقية بيناتهم تكون 365.710 ألف وعشرة كيلومتر بهذا الاحداثيات لا نتوقع التمكن من رؤيه الهلال في افق مدينه كربلاء المقدسه حتى باستخدام التلسكوبات الفلكيه يعني باي شكل ما ممكن رؤيته. بقيه دول العالم هنشوف احنا وياكم على خريطه العالم. نشوف خريطه يوم 21 نبدا المنطقه من الحمراء اللي تبدا من اسيا، استراليا، افريقيا، اوروبا كلها باللون الاحمر واللي كان العراق من ضمنها. يمتد اللون الاحمر الى شمال شرق امريكا الشماليه يعني شمال شرق دولة كندا ايضا باللون الاحمر، هذه المناطق اللي باللون الاحمر الرؤية تكون فيها مستحيلة و... وسبب الاستحالة عندي سببين، السبب الأول انه حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس، يعني الشمس تغيب الهلال بعد ما مولود، مثل ما شفنا وشرحنا احنا في مدينة كربلاء او في العراق او حتى الدول اللي اللي بعد العراق يعني سواء انه في سوريا في مصر في آه في ليبيا انه يغيب القمر وبعدها ما مقترن بالشمس يعني بعدنا بالشهر السابق فهذا انه سبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس اشرنا هذه المناطق اللي باللون الاحمر انه الرؤيه تكون فيها مستحيله هذا سبب سبب ثاني مرات في بعض الاحيان او في بعض الاشهر انه يحصل اقتران سطحي بس نشوف القمر يغيب قبل الشمس السبب الثاني هو سبب غروب القمر قبل الشمس ولاحظنا احنا بالعراق انه يعني السببين تحققا هم انه الولاده لم تتحقق قبل المغيب وهم مات القمر غاب قبل الشمس فالسببين تحققا هو واحد من يكفي انه تجعل هذه المناطق اللي باللون الاحمر الرؤيه تكون فيها مستحيله احنا متحقق عندنا سببين فبالتالي انه اكو استحاله للرؤيه ننتقل بعدها للمنطقه اللي باللون الابيض اللي هي تغطي الامريكيتين يعني الشماليه والجنوبيه كلها باللون الابيض هذه المناطق باللون الابيض الرؤيه تكون فيها غير ممكنه مو مستحيله بس احنا عدم الاستحاله اذا توفر يعني هذا مو معناها انه راسا راح نشوف الهلال، نحتاج شروط اضافيه تتوفر يلا نتمكن من رؤيه الهلال، فبهذه المناطق ما متوفر هذه الشروط، الشروط شنو هاي اللي احتاجها؟ او المل... او ليش هاي المنطقه باللون الابيض الرؤيه غير ممكنه؟ السبب الاول هي قله اضاءه الهلال، الهلال اضاءته قليله. فاي اي جرم سماوي اي نجمه اضاءته ضع... ضعيفه رؤيته تكون صعبه. فالهلال في اول ليله دائما تكون اضاءته قليله فتجعل انه هاي المناطق انه الرؤيه مالتها تكون غير ممكنه هذا السبب الاول السبب الثاني اضاءه الغسق اضاءه الغسق شنو اقصد بها الشمس من تغيب المنطقه الداير ما داير المنطقه المغرب يعني جهه الغروب تكون مضيئه بسبب هاي الاضاءه شو يسموها يسموها اضاءه الغسق الشمس هي غابت ما موجوده بس المنطقه مضاءه تكون أكثر من بقية بقية مناطق السماء. والقمر اللي هو اضاءته ضعيفة موجود بهاي المنطقة المضاعة فتجعل اضاءة الغسق تكون أحد الأسباب لعدم إمكانية الرؤية. هذا الثاني، الثالث شنو؟ أنه قربه من الأفق، أنه القمر ارتفاعه قليل ناصي مو عالي. هذا الشيء سبب عدي أنه الأشعة اللي توصل الي من القمر تنعكس من القمر للراصد راح تصير مسافه اطول مما لو كان الجرم السماوي او القمر موجود على ارتفاع عالي او في وسط السماء. فشنو يسبب عندي هذا؟ الشعاع الضوئي اللي, اللي هو ضعيف راح يعاني انكسارات وانعكاسات بالغلاف الجوي، وبالتالي يضعف فما اتمكن من رؤيته. نفس السبب لو عكسناه على الشمس، الشمس وقت الاعتيادي انه ما اتمكن من رؤيتها وعيني مفتوحه تاذي العين، بينما وقت الغروب قبل لا تغيب اشوفها براحتي يعني اباوع للشمس وعيني مفتوحه. ولا تاثر بي ليش لان الشعاع اللي يجيني من عندها قطع مسافه اكبر مما كانت لو في وسط السماء وهاي المسافه تكون كثافه الكثافه البصريه يعبرون عنها انه يعاني الشعاع الضوئي من يمر في منطقه كثافه بصريه مالتها عاليه انكسارات وانعكاسات متعدده فيضعف قوه قوه الشعاع تضعف الشمس هي نفس الشمس نفس الطاقه تطي الظهر والمغرب نفس الطاقة، نفس الإضاءة مالتها، نفس كمية الطاقة، بس الفرق شنو؟ الموقع مالتها. إذا عكسنا هذا الشيء على القمر أنه موقعه هو قريب من الأفق فيمر بنفس المنطقة اللي كثافتها البصرية عالية فيعاني من انكسارات وانعكاسات ويضعف بالزايد إضافة إلى أنه هو إضاءته قليلة. فنستنتج من هاي الثلاث أسباب أنه إذا أرد القمر لازم يكون على ارتفاع مناسب عن الأفق الغربي كل ما أعلى يكون أفضل. ويبتعد مسافة كافية عن قرص الشمس، يعني إذا الشمس هنا كل ما يبتعد يكون أفضل، ليش؟ راح يطلع عندي من وهج الشمس واحد، اثنين كل ما يبتعد الزاوية تزداد بيناتهم، عرض الهلال يصير أعرض، تلاحظون انتم مرات الهلال نشوفه عريض ومرات نشوفه رفيع، السبب شنو هذا؟ إنه من يصير قريب من الشمس يكون رفيع، ومن يكون بعيد يكون عريض، وإذا صار عريض راح كمية الـ الـ أو الضوء اللي عكسه يكون أكثر. فإضاءته تكون أز... أزيد وبالتالي سطوعه أزيد وبالتالي أتمكن من رؤيتها فهذه أهم الأسباب اللي تجعل المنطقة اللي باللون الأبيض اللي أشرناها الرؤية تكون فيها غير ممكنة. ننتقل بعد هي منطقة باللون الأزرق في المحيط الهادئ يعني ما ما تغطي أي دولة من دول العالم تقريباً. أنه هاي الرؤية تكون فيها ممكنة أو محتملة باستخدام التلسكوبات اللي ما تشكل أي أي يعني أي ثقل بالرؤية. بالتالي انه لاحظنا انه ما تمكنا من رؤيه الهلال في يوم الولاده، عاده من يوم ما نشوف الهلال راح ننتقل الى يوم اللي بعد اليوم الاخر اللي هو يعني ينتظر 24 ساعه يعني الهلال راح يكبر عمره 24 ساعه وكل ما يكبر الهلال عمره يزداد ارتفاعه وكل ما يزداد ارتفاعه قلنا يكون افضل ويبتعد عن الشمس يوم بعد يوم ايضا كل ما ابتعد يكون افضل فبالتالي راح انتقل الى يوم 29 اللي هو يوم الاربعاء 29 شهر شعبان 1444 اللي يوافق 22 3 2023 احداثيات الهلال في افق مدينه كربلاء المقدسه عند غروب الشمس في الساعه السادسه و17 دقيقه راح تكون بالشكل التالي فاتني انا انوه اعزائي المشاهدين انا هذا الوقت اللي ده ذكره ستة و17 دقيقه هو مو وقت اذان المغرب وانما انا اسبق اذان المغرب تقريبا بربع ساعه الى 10 دقائق باختلاف يعني فصول السنه بالنتيجه انه انا ده اتكلم قبل اذان المغرب انه الغروب غروب الشمس فاللي اللي يتبع الهلال ويا الاذان الهلال يعني بعد الاحداث اللي تطيح يكون انزل شويه من هذا الوقت فانا اذا اعطي الوقت انه ساعه بال 6 و17 دقيقه. عمر الهلال لحظه الغروب راح يكون 20 ساعه، ليش؟ لان قبل ليله تولد قلنا احنا كان سالب ثلاثه وكم دقيقه فبهاليوم اذا نطلع 24 واخر من عندها 23 دقيقه فراح يبقى عندي العمر هو 20 ساعه و40 دقيقه. أمر الهلال يغيب بعد الشمس ب 54 دقيقة يعني راح يغيب عند الساعة السابعة و11 دقيقة سبعة و11 يغيب للأفق يعني نهائيا بس لا يجي واحد أنه يقول لي بالسبعة أنه ما شفت الهلال هو قبل هذا الوقت من يصير ارتفاعه قليل من يصير ناصي راح يختفي من الرؤية بس بالحقيقة هو موجود بالأفق بس بالساعه السابعة السبعة و11 دقيقة نهائيا ينزل تحت الأفق بحيث أنه بعد ما حد ما يقدر يشوفه يغيب نهائيا ارتفاع عن الافق لحظه الـ الـ المراقبه اللي هي لحظه غروب الشمس ارتفاع عن الافق يكون 9 درجات و48 دقيقه قوسيه والبعد الظاهري بين مكان الشمس والمكان الموجود به القمر اذا مدينا شعاعين من الشمس والقمر للراصد وصارت عندنا زاويه فمقدار هاي الزاويه تكون عندي 11 درجه و26 دقيقه اللي هاي الزاويه قلنا كل ما تكبر كل ما يكون افضل يعني يصير الهلال يكون اعرض فبالتالي انه تكون الزاويه 11 دقيقه 11 عفوا 11 درجه و26 دقيقه ومقدار الجزء المضاء في هذا اليوم هو واحد عدد صحيح بالمية من اكبر قطر يبلغ القمر، القمر شو وقت يكون اكبر قطر؟ من يكون بدر في منتصف الشهر، من يكون دائرة كاملة، هاي البدر نعطيه 100%، فبهذا اليوم أو هاي الليلة من هاي المية 100% ايش قد؟ 1% إضاءة الهلال اللي يعكسها مما لو كان بدر لو اقارن البدر 100% فهذا واحد 1%. فقلنا انه مقداره انه 1% من اكبر قطر يبلغ القمر. عرض الهلال ايش قد؟ من حافه لحافه هو 19 ثانيه قوسيه، والثانيه القوسيه هي جزء من 60 جزء من الدقيقه القوسيه، والدقيقه القوسيه هي 60 جزء من الدرجه. الدرجه اللي نقيس بها الزوايا بالرياضيات يعني نقول الزاويه القائمة 90 درجه. فعندنا اقل شيء هي درجه، بس اذا احتاجينا فشيء اقل من الدرجه راح اقسم الدرجه على تس... على 60 يطلع عندي دقيقه قوسيه، ومرات احتاج بعد فشيء اصغر راح اقسم الدقيقه على 60 يطلع عندي ثانيه قوسيه، فبهذه الليله يكون عرض الهلال 19 ثانيه قوسيه، يعني رفيع جدا راح نشوفه اللي اذا تمكن احد من 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 رصد الهلال او رؤيه الهلال راح يشوفه كلش رفيع. القدر الضوئي للقمر او للهلال في هذه الليله يكون سالب 5 عدد صحيح و12% هذا القدر الضوئي فالمقياس للاضاءه، كل ما يكون بالسالب يكون الـ الـ يكون الجرم اقوى يعني اضاءته اكثر، مقياس لوغاريتمي فالمقياس مالته يكون عكس يعني كل ما كان بالموجب يكون اضعف، كل ما يكون بالسالب يكون افضل، يكون اقوى الجرم، فالقدر الضوئي للقمر يكون سالب 5 عدد صحيح و12% وبعد القمر الحقيقي عن الأرض المسافة الحقيقية تفصل القمر عن الأرض تكون 369 و و364 كيلو هذا بعد القمر عن الأرض بهذه الإحداثيات نتوقع التمكن من رؤية الهلال في أفق مدينة كربلاء المقدسة بالعين المجردة راح نشوف بصعوبة راح نرصد الهلال وإذا شفناه فنشوفه خيط كلش رفيع بقية دول العالم خنشوفها على خريطة العالم اللي هي يوم 22 نشوف منطقة باللون الأحمر ما عندي هذا اليوم منطقة صغيرة في جنوب استراليا وشمال شرق اسيا باللون الابيض اللي قلنا الرؤية تكون فيها غير ممكنة، منطقة باللون الازرق اللي هي معظم قارة استراليا وشرق اسيا يعني عندنا شمال شرق الصين، منغوليا وشرق او روسيا، شمال وشرق روسيا باللون الازرق، يمتد اللون الازرق لو نلاحظ الى امريكا الجنوبية الى جنوب امريكا الجنوبية يعني جنوب الارجنتين وتشيلي ايضا باللون الازرق. هذه المناطق اللي باللون الازرق انه اكو احتمال للرؤيه بس شنو؟ باستخدام التلسكوب يعني مو بالعين مجردة ننتقل بالمنطقه باللون الوردي اللي هي راح تكون عندي جنوب شرق اسيا يعني اندونيسيا والفلبين وماليزيا وعدي معظم دوله الصين الهند وسط اسيا غرب اسيا اللي هي شبه الجزيره العربيه من ضمنها العراق وايضا في اوروبا عندنا شرق اوروبا وشمال اوروبا ايضا باللون الوردي. جنوبا جنوب القاره الافريقيه وجنوب امريكا الجنوبيه ايضا كل هذه المناطق باللون الوردي لو تلاحظون لو تدققون على الخريطه ان اللون الوردي يدخل في شمال العراق يعني مو كل العراق باللون الوردي وانه شمال العراق هو يكون باللون الوردي هذه المناطق اللي باللون الوردي الرؤيه تكون فيها ممكنه بس شنو بظروف جويه قياسيه مثاليه اريد اللي هي دائما مفقوده هاي المثاليه اريد شنو اريد اريد جو صافي خالي من الاتربه من الدخان بخار الماء اضواء صناعيه يعني مو داخل المدن داخل المدينه ما حد ما راح يشوف الهلال بهذه المناطق اذا احد يرصد لازم يطلع الى اطراف خارج المدن مو اطراف المدن خارج المدن اذا ممكن الجبال ممكن انه يرصد بها وراصد متمرس متمكن احتمال يتمكن من رصد الهلال في هذه المناطق اللي اشرناها باللون الوردي فبالتالي احنا شفنا احنا شمال العراق يعني ضمن المنطقه اللي هي كانت باللون الوردي. بعد لو انتقل للمنطقه باللون الاخضر اللي راح تبدا من وسط وجنوب العراق منطقه باللون الاخضر وشوفوا الجزيره العربيه ايضا كلها باللون الاخضر اه وسط شمال افريقيا، جنوب اوروبا، امريكا الشماليه بالكامل، امريكا الجنوبيه يعني معظمها يعني شمال ووسطها وبعض المناطق الجنوبيه همات. يعني كل نشوف اللون الاخضر كل البرازيل كل دوله البرازيل هي مغطاه بينما الاورغواي نص اخضر نص يكون عندي وردي الارجنتين نص اخضر نص وردي نص ازرق بالتالي معظم قارات امريكا الجنوبيه تكون باللون الاخضر ايضا فهذه المناطق اللي باللون الاخضر الرؤيه تكون فيها يعني احتماليه الرؤيه تكون فيها ممكنه فشوفنا احنا بالعراق يعني كن كنا على حد فاصل يعني الوردي قريب من عندنا واستوى بدت الرؤيه فلذلك قلنا الرؤيه تكون صعبه ويعني معظم حيكون معظم المدن يعني داخل المدينه يعني ما اتوقع انه احد يتمكن من الرصد قد يكون اطراف المدن او او القرى والارياف قد يتمكنون من الرصد والرصد جنوب العراق حيكون افضل من شمال العراق غرب العراق يكون افضل من شرق العراق فبالتالي انه احنا نتوقع انه يرصد الهلال في في العراق وغربا شرق العراق ما نتوقع انه يتمكن من الرصد بالعين المجرده بغير الات محتمل. بهذا احنا نتوقع ان يكون يوم الخميس اللي هو 23/3/2023 23. هو اول ايام شهر رمضان المبارك ان شاء الله تعالى وذلك بعد ثبوت الرؤيه الشرعيه للهلال، نحن جاي نتكلم احنا توقعات فلازم تثبت الرؤيه الشرعيه للهلال يلا يبدا يبدا الشهر. اذا كان انه يوم اللي بدل التوقيت الهلال راح تكون ذكرى شهاده امام المتقين امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام في يوم 21 شهر رمضان راح تكون يوم الاربعاء اللي صادف 12 4 2023 بنهايه كل حلقه اعزائي المشاهدين نتناول فالمسألة المساله انه متعلقه بالاعمال اليوميه اللي يقوم بها المكلف او العبد وهي انه كراهة ايقاع بعض الاعمال والقمر في برج العقرب. فالقمر راح يدخل الى برج العقرب بهذا الشهر يكون يوم الجمعة 16 بالشهر اللي يوافق 7/4/2023 في تمام الساعة 9 و 32 دقيقة صباحا، ويخرج من من برج العقرب يوم الاحد 18 بالشهر 18 شهر رمضان اللي يوافق 9/4/2023 في تمام الساعة 3 و 59 دقيقة. بالتالي ناتي الى نهايه حلقتنا الى في هذا الشهر الى ان نلتقيكم في الشهر القادم دمتم في امان الله